صباح الخير على حضراتكم، يسعد صباحكم جميعا في يوم جديد وبداية يوم جديد وبداية أسبوع كمان جديد. يا رب يحمل لحضراتكم كل الخير والحب والسلام والسعادة. النهاردة قبل ما نروح لفقرتنا الخدمية نتابع حالة الطقس وحالة المرور كمان متوسط أسعار النهاردة. خلوني أقول لكم أنه زي النهاردة من 97 سنة وتحديدا في 16 فبراير 1923 كان هوارد كارتر، وده عالم المصريات، اكتشف مقبرة توت عنخ آمون، وكان أول إنسان من أكتر من 3000 سنة رجله تدخل أرض الغرفة اللي بتحوي مقتنيات توت عنخ آمون اللي كلها من الذهب الخالص. توت عنخ آمون يمكن من أشهر الفراعنة ومن أشهر الملوك اللي حكموا مصر. هو طبعا أحد فراعنة الأسرة المصرية ال18 في تاريخ مصر القديم. كان فرعون مصر في الفترة من 1334 ل 1325 قبل الميلاد. أصبح فرعون لمصر وهو عنده 9 سنوات، ومات وهو عنده 19 سنة، وده كان شيء غير طبيعي وقتها، لأن طبعا الملوك والعوام كمان من المصريين القدماء كانوا بيعيشوا لسنين طويلة جدا، فده كان شيء غريب. الحقيقة أنه هو توت عنخ آمون من أشهر الملوك اللي حكموا مصر، مش بسبب إنجازات حققها أو حروب انتصر فيها زي ما هو الوضع أو الحال مع كتير جدا من الفراعنة والملوك اللي حكموا مصر، لكن لأنه في لغز حوالين وفاته، في ظروف غامضة لم تكتشف حتى الآن متعلقة بوفاته. لأن هم لما اكتشفوا مقبرته ولقوا الموميا بتاعته لقوا فيه أثار لكسور في عظام الجمجمة وعظام الفخذ. من الحاجات كمان اللي بتقول انه هذه الوفاة كانت غير طبيعية الى جانب الكسور اللي لقيوها في جمجمته وفي عظام الفخذ، انه الوزير بتاعه تزوج من أرملة توت عنخ آمون بعد وفاته ونصب نفسه فرعون. فعشان كده في لغز بيحيط بقصة وفاة أو موت توت عنخ آمون إلى يومنا هذا. على كل زي النهاردة من 97 سنة تم اكتشاف هذه المقبرة، وإحقاقا للحق أنه مش هوارد كارتر هو اللي اكتشف طريق المقبرة بنفسه، لكن في طفل مصري كان عنده وقتها 12 سنة اسمه حسين عبد الرسول، هو اللي كان وهو بيساعد العمال الموجود في المنطقة وبيتجول لاحظ طريق أو زي حاجة بتقوده إلى أنه هنا في مقبرة، فقال لهوارد كارتر انه هنا في حاجه ربما تكون مقبره لاحد الملوك او الفراعنه، وبالتالي هو اللي قاد هوارد كارتر لمقبره توت عنخ امون. والى يومنا هذا مازال الناس بتنبهر بتوت عنخ امون ومقتنياته اللي وجدت، وجد توت عنخ امون وكل مقتنياته كامله، ووجد بكامل زينته، القلائد والخواتم والتاج والعصيان بتاعته كلها كانت موجودة كاملة وكلها من الذهب الخالص. خلوني أقول لحضراتكم كمان أنه في الافتتاح العظيم اللي هيكون في الربع الأخير من هذا العام للمتحف المصري الكبير، من المقرر إن شاء الله أنه في مقتنيات جديدة ستعرض لأول مرة لتوت عنخ آمون في المعرض، الناس هتكون بتشوفها لأول مرة، الى جانب طبعا انه كان في يعني زي ايه ترويج لافتتاح المتحف الكبير والاثار المصريه من خلال جوله خارجيه كانت لتوت عنخ امون في اوروبا، عرض فيها بعض من المقتنيات وزارها عدد كبير جدا من السياح خلال ايام المعرض اللي كان او لف 3 بلاد في اوروبا، لكن الاكثر سيتم عرضه إن شاء الله في المتحف المصري الكبير اللي هيتم افتتاحه في الربع الأخير من هذا العام. المقبرة دي البعثات وقتها كانت بتقوم بحفريات عند مدخل النفق المؤدي لقبر الملك رمسيس الرابع في وادي الملوك، ولوحظ وجود قبو كبير واستمروا بالتنقيب الدقيق في المنطقة دي إلى حد ما وصلوا لداخل الغرفة اللي بتضم ضريح توت عنخ آمون. ده كان اكتشاف أثري كبير جدا، ويمكن هو الاكتشاف الأكبر في هذا التوقيت من وقتها لحد دلوقتي، ده كان الاكتشاف الأكبر اللي التفتت إليه أنظار العالم كله من وقتها لحد دلوقتي. ولكن زي ما حضراتكم متابعين 2019 كان عام الاكتشافات الأثرية، اكتشافات أثرية كتير جدا هي كمان لفتت أنظار العالم كله، ولسه من المتوقع اكتشافات أثرية جديدة خلال الفترة القادمة، وده بكل تأكيد بيعيد أو بيغير وبيرجع مرة تانية مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية. شفنا تقارير دولية كتير جدا بتتكلم عن أنه
بتنصح او شركات السياحه العالميه والمؤسسات المعنيه بالوجهات السياحيه بينصحوا السياح حول العالم انه يتخذوا مصر كوجهه سياحيه هذا العام والاعوام المقبله، نظرا طبعا لعوامل كتيره جدا اهمها السياحه والاثار اللي ما فيش زيها في العالم، وطبعا الامن والامان مستتب عندنا في مصر بفضل القوات المسلحه المصريه والشرطه المصريه اللي بفضلهم قادرين ومصر قادره تحقق انجازات وتحقق نجاحات على اصعده مختلفه سواء اقتصاديه او سياسيه او كمان سياحيه وفي ملف الاثار. ده كان من الاخبار المهمه ان احنا نبدا بيها يومنا النهارده، ونفكر حضراتكم زي النهارده من 97 سنه تم اكتشاف مقبره توت عنخ امون. هنروح بقى لاخبارنا النهارده الخدميه، اخر واهم الاخبار المتعلقه بالطقس، وكمان نتابع المشهد المروري مع حضراتكم ومتوسط الاسعار. بيان هيئه الارصاد النهارده بيقول انه القاهرة الكبرى هتشهد طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، والأمطار هتكون خفيفة إلى متوسطة، وكمان هيكون في رياح معتدلة. الوجه البحري هيشهد طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة ورياح هتكون معتدلة. أما السواحل الشمالية الغربية فهتشهد طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا والأمطار هتكون من متوسطة إلى غزيرة ورياح هتكون نشطة هتؤدي لاضطراب في الملاحة البحرية. خبراء هيئة الأرصاد قالوا كمان إنه السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء هتشهد طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، هيكون في أمطار من متوسطة إلى غزيرة والرياح هتكون معتدلة. أما جنوب سيناء والغردقة فهيشهدوا طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا، هيكون في رياح نشطة هتؤدي لاضطراب في الملاحة البحرية. أما فيما يخص شمال الصعيد فهيكون الطقس هناك مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا والامطار هتكون خفيفه على مناطق متفرقه وهيكون في رياح معتدله. فيما يخص بقى الطقس على جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين هيكون الطقس دافئ نهارا شديد البروده ليلا وهيكون في رياح معتدله. تعالوا نشوف مع حضراتكم تفاصيل اكتر عن حاله الطقس في هذا البيان المفصل بدرجات الحراره. الطقس تعالوا نتابع المشهد المروري النهارده اخباره ايه، بدايه اسبوع جديد واكيد المشهد بيختلف عن اجازه نهايه الاسبوع. خلونا نتابع من خريطه جوجل النهارده صلاح سالم اخباره ايه، كوبري اكتوبر كمان الزحمه فيه اخبارها ايه النهارده. ده صلاح سالم اللي جاي من المطار رايح لكوبري اكتوبر، في تكدسات مروريه في هذا الاتجاه، الاتجاه الثاني كمان ابتدت تظهر عليه كثافات مروريه مرتفعه ايضا، ولكن الطريق ابتدى يعني يروق شوية واحنا بنعدي أسفل كوبري الفنجري نتجه إلى كوبري أكتوبر. ولكن مطلع أكتوبر من صلاح سالم متجه للعباسية حالة المرور عليه لحد دلوقتي جيدة جدا، الاتجاه التاني بيشهد بعض الكثافات، الخليفة المأمون زحمة في الاتجاهين والكثافات ابتدت تظهر أعلى كوبري أكتوبر القادم من العباسية متجه إلى غمرة ورمسيس.
الاتجاه التاني كمان اعلى الكوبري اللي جاي العكس نلاقي برضو كثافات مروريه لكنها متوسطه مش بكثافه الاتجاه اللي رايح لوسط البلد. اسفل اكتوبر هنلاقي برضو بعض الكثافات المروريه. الزحمه اعلى كوبري اكتوبر بتزيد قوي تحديدا اعلى محطه مصر في الاتجاهين، بتقل اعتقد احنا دلوقتي بنتجه ميدان عبد المنعم رياض هنلاقي الكثافات المروريه بتقل اعلى ميدان عبد المنعم رياض في الاتجاهين، لكنها ما زالت مستمره اعلى غامره واعلى محطه مصر في الاتجاهين اعلى كوبري اكتوبر. ودي زحمات يعني تكدسات او زحمات معتاده في هذا التوقيت من اليوم وفي هذه المنطقه تحديدا اعلى كوبري اكتوبر. ربنا يسلم طريقنا جميعا يا رب. خلونا ننتقل من متابعه المشهد المروري نروح نتابع متوسط اسعار النهارده الخضروات والفواكه والعملات الاجنبيه، كمان اسعار الذهب ومواعيد الصلاه ومواعيد القطار. فقرتنا الخدمية النهاردة تعالوا نتابع مع حضراتكم كنوز 8 الصبح. نعرض لحضراتكم من خلال كنوزنا النهاردة وثائق نادرة عن قصر عابدين والجزء اللي كان تابع لقصر عابدين وتحول إلى بعد كده مبنى محافظة القاهرة أو انفصل عن قصر عابدين وتحول لمبنى المحافظة. ونستعرض كمان واحد من أهم الشخصيات اللي تولت منصب محافظ القاهرة. تعالوا نتابع مع حضراتكم. صباح الخير، اهلا بيكم مع الفقره الجديده من كنوز 8 الصبح. النهارده احنا بنبحر في اتجاه ميدان عابدين. ميدان عابدين حيث يتواجد
جزء مهم جدا جدا من التاريخ والتراث المصري. يكفي ان احنا نقول كلمة عابدين حتى نستدعي فورا مبنى قصر عابدين، اقدم او واحد من اقدم القصور الملكية واكثرها تأثيرا في الحياة السياسية المصرية. احنا هنخرج الحقيقة خارج سور عابدين دلوقتي شوية، ولنا عودة ان شاء الله الى قصر عابدين، لكن احنا هنخرج خارج السور حاجة بسيطة، هنروح الاشلاءات الخاصة بقصر عابدين. الأشلاء اللي هو مبنى الحرس، المبنى اللي كان بيتواجد فيه الحرس الملكي. المبنى هذا المبنى تحتله الآن محافظة القاهرة أو تحديدا مبنى محافظ القاهرة، الجزء اللي يخص محافظ القاهرة، لأنه جزء من المحافظة زي ما حضراتكم عارفين متواجد داخل أسوار قصر عابدين حاليا. محافظين مصر الحقيقة في أشد الحاجة إن احنا نستعرض تاريخهم وهذا المنصب المهم اللي بيدير أقدم وأهم عاصمة في العالم، أم العواصم وريحانة المدن، القاهرة. إحنا بنتكلم على حد مهم جدا 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 في تاريخ القاهرة، ألا وهو محمود باشا صدقي. محمود باشا صدقي أحد الذين تولوا منصب محافظ مصر في عشرينيات القرن الماضي. ده شخصية الحقيقة بالغة الأهمية. هو كان عديل سعد باشا زغلول وعديل إسماعيل باشا سرهنك، الثلاثة كانوا متزوجين من كريمات مصطفى باشا فهمي رئيس نظار أو رئيس وزراء مصر. محمود باشا صدقي الحقيقة احنا عندنا ليه وثيقة مهمة جدا النهاردة، ليها أكثر من دلالة وهنحاول نقراها من أكثر من جانب. ده طلب تقدمت به حرمه السيدة زكية كريمة مصطفى باشا فهمي عقب وفاة محافظ مصر، بتطلب تسوية معاشها. التاريخ ده بيعود إلى سنة 1924. الدلالة الأولى اللي احنا بنقدر نستخلصها من هذا الطلب إن هذه السيدة الجليلة كريمة رئيس نظار مصر وحرم محافظ القاهرة بتخطو خطوات إدارية عادية جدا في حصولها على استحقها، بتقدم طلب إلى الموظف أو المدير المختص حتى تبدأ في الحصول على معاشها. زوج أختها مين؟ سعد باشا زغلول. وفي هذا الوقت كان سعد زغلول يعني لا نبالغ إذا قلنا أنه شخص مقدس في مصر، يعني فعلا كان شخصا مقدسا في مصر وكان على قيد الحياة قبل وفاته. يعني كان ممكن إشارة واحدة تنهي المسألة، لكن الست بتتخذ الإجراءات العادية، وده بيدينا دلالة قد إيه المسؤولين في مصر كانوا بيحترموا القانون وبيطبقوه. الحاجة التانية اللي نقدر نقراها من هذه الوثيقة النادرة إن هي بتتكلم أو بتكتب بأسلوب في منتهى التواضع وفي منتهى البساطة، ولا تحاول إن هي يعني تبدو في صورة المتعفئة الغنية. هي كانت فاحشة الثراء، لكن هي بتحصل على حقها الطبيعي من الدولة في مقابل خدمات زوجها، وإنه كان بيستقطع جزء من معاش وجزء من مرتبه للمعاش. فهي الست لا تستنكف أو لا تستكبر إن هي تحصل على هذا الحق مهما كان بسيط بالنسبة ليها. محمود باشا صدقي الحقيقة عايزين نشير لنقطة في منتهى الأهمية بالنسبة له، ودي أعتقد يعني ما فيش حد كتير يعرفها حتى اللي أرخه للسينما نفسها، اللي أرخه لبدايات ونهضة وبداية صناعة الأفلام وصناعة السينما في مصر. محمود باشا صدقي كان عنده أكثر من قصر، أشهرهم القصر اللي هو مقيم فيه في الهرم. ما لا يعلمه الكثيرون أن تقريبا أكثر من 70% من الأفلام الصامتة التي صورت وعدد قليل من الأفلام الناطقة التي تم تصويرها من سنة 1912 وحتى بداية العشرينيات تم تصويرها في قصر هذا الرجل تبرعا منه. هو كان عاشقا للسينما، هذا الاختراع الجديد كان بينبهر بيه جدا، كان بيحبه، بيتابع ما يسموه وقتها أشرطة السينما، كان شريط السينما يعني الفيلم، يعني كان مهتم إن هو يستورد مخصوص من أوروبا أي فيلم جديد بيعرض، بيحاول يحصل على نسخة منه. وكان عنده آلة عرض سينمائي في هذا الوقت كانت طبعا غير متاحة لأي حد، ليس لمجرد ارتفاع سعرها ولكن للتقنيات المصاحبة ليها، لأن لازم فني، لازم شاشة عرض بمواصفات معينة، وفني يقوم بتوصيل الأجهزة والأدوات حتى يمكن متابعتها. محمود باشا صدقي واحد من الذين أداروا محافظة مصر في فترة مهمة جدا من تاريخها. محمود باشا صدقي شخص كان
مهتم جدا جدا بتطوير القاهرة وتحديث القاهرة، وله العديد من الإنجازات والمشروعات اللي نرجو أن يكون عندنا وقت نخصص ليها في وقت لاحق حلقة كاملة نستمتع بيها مع حضراتكم، ونشوف حضراتكم فقرة جديدة مقبلة إن شاء الله. مرحبا بحضراتكم مشاهدينا الكرام مرة تانية، وإلى متابعة آخر وأهم الأخبار والمستجدات. امبارح كان في اجتماع في غاية الأهمية للرئيس عبد الفتاح السيسي مع دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام بخصوص تطوير شركات قطاع الأعمال العام. السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأنه هذا الاجتماع تناول متابعة آخر مستجدات إصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام، خاصة على صعيد مصانع ومحالج الغزل والنسيج ومصانع الأدوية. ووجه الرئيس بمواصلة جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام وتحديث الآلات والمعدات وكمان ميكانة إجراءات العمل، بالإضافة كمان عن تركيز على الاستثمار في الطاقة البشرية وتأهيل وتدريب العنصر البشري، خاصة في ظل أهمية تطوير قطاع الأعمال العام للمساهمة في عملية التنمية الشاملة في الدولة، وبالتالي القيمة اللي يمكن أن يضيفها إلى الاقتصاد الوطني. خلوني لو خدت جزء من الشركات أو قطاع الأعمال العام اللي الدولة بتوجه أو الرئيس عبد الفتاح السيسي بيوجه بتطوير أو عمل التطوير اللازم والشامل فيه زي الغزل والنسيج. لو تكلمنا مثلا رجعنا للتسعينات كده مثلا 94 وتحرير تجارة القطن في مصر والمشاكل اللي ترتبت عليها، زي انه اصبحنا بنصدر القطن المصري اللي هو بيحظى بشهرة عالمية واسعة جدا، القطن المصري طويل التيلة بقينا بنصدره باسعار رخيصة جدا، وبعدين نستورده بعد كده في صورة منتجات وملابس باسعار غالية جدا، وبالتالي شركات او مصانع الغزل والنسيج في مصر تضررت وتحملت اعباء كانت هي في غنى عنها وتوقف الانتاج فيها، وبالتالي اصبح عندنا عماله كبيره جدا اللي كانوا شغالين في هذا القطاع ما بقوش موجودين او ما بقوش شغالين في هذا القطاع نظرا لتوقف المصانع العامله في قطاع الغزل والنسيج. طيب بما ان الخبر كان بيتكلم كمان على مش بس مصانع الغزل والنسيج لكن كمان المحالج، حضراتكم عارفين يعني إعادة تشغيل وتطوير المصانع دي مرة تانية هيعود علينا بالنفع في كام قطاع أو في كام صناعة؟ مش بس بنتكلم على صناعة الملابس المتعلقة طبعا بالقطن والمنتجات القطنية، لكن كمان لو بنتكلم على المحالج هنتكلم على بذرة القطن اللي هي بنستخرج منها الزيت، زيت القطن اللي هو صالح للاستخدام أو للأكل وهو مفيد جدا، بيقي من السرطان، الكوليسترول فيه قليل فبالتالي مش مضر بالصحة، له فوائد متعددة. طب بعد ما نستخرج زيت القطن من البذرة بنعمل ايه بالبذرة؟ بنستخدمها كسماد. فاحنا هنا لو اهتمينا بصناعة الغزل والنسيج هيبقى عندنا بقى تطور او طفرة في صناعة المنسوجات والملابس وصناعة الزيوت وصناعة الأسمدة، هيبقى عندنا اكتفاء ذاتي منها، هنبطل نستورد. أنا بكلم حضراتكم في قطاع واحد بس من شركات أو مصانع قطاع الأعمال العام، لو تم تطويره زي ما الدولة بتتوجه دلوقتي وبتهتم بإصلاح هذا القطاع وتطويره وإعادة إحيائه مرة أخرى، بخلاف بقى كل المصانع أو الشركات الموجودة في قطاع الأعمال اللي توقفت أو تباطأ العمل فيها، لما ترجع تشتغل إيه اللي هيحصل في الصناعة المصرية، في التصدير، في يعني الأيدي العاملة، هنشغل أيدي عاملة قد إيه، هنوفر فرص عمل قد إيه. نقطة مهمة جدا كمان في الخبر ده هو التركيز على الاستثمار في الطاقة البشرية وتأهيل وتدريب العنصر البشري. لو احنا بنتكلم على تطوير على رقمنة وميكنة وآلات جديدة وتكنولوجيا حديثة، لا محتاجين ندرب بقى الأيدي العاملة عشان نوفر فرص عمل لناس فاهمة كويس ومتدربة كويس وتواكب التطور اللي بيحصل في كل الهيئات أو في كل المصانع والشركات قطاع الأعمال العام اللي بتتوجه الدولة لتطويرها. الحقيقة مجهود مش قليل لكن الدولة بدأت بالفعل العمل عليه علشان تطور وتعمل طفرة كبيرة في قطاع الصناعة في مصر. طيب خلونا ننتقل لموضوع تاني وكنت لسه بتكلم مع حضراتكم عليه قبل الفاصل، وهو المتحف المصري الكبير. ايه الاخبار؟ ايه المتابعات؟ الافتتاح الرائع والهائل ان شاء الله هيحصل
في الربع الأخير من هذا العام. سفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية قال إنه الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ودكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، واللواء عاطف مفتاح مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. المتحدث الرسمي باسم الرئاسة صرح بأنه الاجتماع ده تناول متابعة الموقف التنفيذي لمشروع المتحف المصري الكبير ومعدلات الإنجاز وتطورات مراحل الأعمال الإنشائية في المتحف وتجهيزات نقل وعرض القطع الأثرية. وجه الرئيس بضرورة مراعاة الانتهاء من تجهيزات المتحف على أكمل وجه وإبراز عظمة وتفرد وعراقة الحضارة المصرية القديمة من خلال العرض المتحفي، فضلا كمان عن التكامل مع منطقة الأهرامات في محيط المتحف بما يتواكب مع قيمته وأهميته كأكبر متاحف العالم، ويساهم كمان في جعله مش بس وجه الحضارة المصرية وإنما كمان للإنسانية كلها، وعلى نحو يكون بيعكس المكانة اللائقة لمصر أمام العالم كله، وأهمية العمل على تناغمه مع جهود الدولة الأخرى في مختلف أوجه الثقافة، خاصة لو بنتكلم عندنا مدينة الثقافة والفنون الجاري إنشائها دلوقتي في العاصمة الإدارية الجديدة اللي هتشكل أكبر منارة للإبداع الفني والفكري والثقافي في الشرق الأوسط. اتكلم كمان المتحدث الرسمي وقال إنه وزير السياحة والآثار أكد إنه افتتاح المتحف المصري الكبير هيتم خلال الربع الأخير من العام الجاري 2020، واستعرض في هذا الإطار تطورات العرض المتحفي فيه، خاصة وضع القطع الأثرية في البهو الرئيسي وعلى الدرج العظيم، فضلا كمان عن خطة نقل مراكب الشمس عشان يتم عرضها في المتحف بشكل مميز، وكمان تفاصيل مشروع تشغيل خدمات المتحف للزائرين بالاشتراك مع الخبرة الأجنبية، إلى جانب كمان عمل دورات تدريبية وفنية هيتم تقديمها بصورة منتظمة للعاملين والموظفين في المتحف. طبعا افتتاح المتحف المصري الكبير ده هيكون هدية مصر للعالم، هيغير من خريطة السياحة العالمية وهيعيد مرة تانية مصر في صدارة الخريطة السياحية حول العالم. خبر اقتصاد مهم جدا نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بيتكلم فيه في هذا الانفوجراف اللي نشره المركز الإعلامي عن تحقيق الاقتصاد المصري أعلى معدل نمو له من 11 سنة. وده بيأكد أو بيدل على استمرار تحسن أداء الاقتصاد المصري ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي وتطبيق سياسات برنامج الإصلاح الاقتصادي اللي تبنتها الدولة من 2016 في وقت بيظل في متصدر معدلات نمو أهم اقتصاديات المنطقة لعام 2020، وده بيتم أو بيحصل للعام الثالث على التوالي زي ما حضراتكم شايفين 2014-2015 كنا 4.4% معدل نمو، 2015-2016 4.3% معدل نمو، 2016-2017 4.2% معدل نمو، 2017-2018 بنتكلم في 5.3% معدل نمو، وبعدين 2018 بنتكلم في 5.6% معدل نمو، وده أعلى معدل نمو زي ما حضراتكم شايفين في الانفوجراف من 2008-2009، بنتكلم من 11 سنة حققنا أعلى معدل نمو. ده بيحصل بقى في ظل تباطؤ معدلات أو متوسط النمو العالمي اللي مستمر من 2015. لو بنتكلم بالأرقام هنلاقي أنه متوسط النمو العالمي كان 5.6% خلال 2019 في مصر، بنتكلم في مصر واحنا واصلين لهذا المعدل 5.6%، بينما المعدل العالمي 2.9%. طيب ده معناه ايه بقى؟ تعالوا نفهم من خبراء الاقتصاد. ينضم لنا على الهاتف دكتور كريم العمدة الخبير الاقتصادي. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير عليكم يا فندم. ارقام مبشره جدا، ارقام ايجابيه جدا، معناها ايه؟ اسبابها ايه؟ وازاي ده مصر قدرت تحققه في ظل تباطؤ معدلات النمو العالمي؟ يعني المؤشرات الاقتصاد الكلي هي مؤشرات رئيسية بصفة عامة اللي بتتعلق بالاقتصاد ككل. احنا شفنا ان نتيجة الزخم اللي حصل في الاقتصاد المصري والتطوير المستمر
اللي احنا واجراءات اللي يعني الاصلاح الاصلاحات الاقتصادي النقديه والماليه اللي قامت بها الدوله المصريه في اخر 3 سنوات، احنا شفنا نتائجها ان معدل النمو المصري في ارتفاع مستمر. علشان نوصل لاكبر معدل نمو بقى يمكن اكثر من 11 سنه ولا حاجه، يعني يمكن معدل النمو ده ما وصلنا لهوش من 2009 ولا حاجه. وبالتالي يعني هو تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي زي معدل النمو مصحوبة أيضا بيعني انخفاض معدل البطالة إلى أدناها، وأيضا انخفاض معدل التضخم، حتى أن معدل التضخم كان السنة اللي فاتت لم يتجاوز 10%، كان 9% تقريبا وفقا لكان يعني مستهدفه البنك المركزي. وبالتالي دي كلها بتكون مؤشرات ايجابيه. معدل النمو يعني توضيحه ان هو ان حجم الاقتصاد المصري لما نقول معدل النمو وصل 5.6% معناه ان النسبه المئويه اللي زاد فيها حجم الاقتصاد المصري السنه اللي احنا فيها عن السنه السابقه. يبقى احنا يعني لازم نوضح ان يجب كل سنه حجم اقتصاد الدوله يزيد عن السنه اللي قبلها بمعدل اكبر من معدل نمو السكان، لان كلما زاد معدل نمو السكان احنا معدل نمو سكان مصر 2 أو 2.25%، وبالتالي بيزيد الطلب على المنتجات والسلع والخدمات بهذا المعدل. نعم. تقريبا دكتور كريم، يمكن كان في توقعات من البنك المركزي بتقول انه مصر في السنوات القادمه هتحافظ على معدلات نموها في ظل تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي زي ما حضرتك اشرت، مؤشرات البطاله والتضخم والنمو وما الى ذلك. على اي اساس او على ايه بتستند هذه التوقعات والمؤشرات اللي بتقول انه معدلات او انه مصر هتحافظ على معدلات نموها؟ طبعا التقييمات والمؤشرات الايجابيه اللي بتجينا سواء من الداخل او من الخارج بتتحدث عن الزخم اللي حصل فيه الاقتصاد المصري، ان مصر نقدر نقول عليها انها واقفه على ارض صلبه. طبعا هذا معدل النمو بيكون مصحوب بالاساس او يكون السبب الاساسي لهذا الكم الهائل من المشاريع الكبرى والمشاريع العملاقه والمصانع والمجمعات الصناعيه اللي بيتم افتتاحها هنا او هناك في الدوله المصريه. ايضا تحسن مناخ الاستثمار، وايضا يعني يمكن تحول مصر لمصدر اقليمي للطاقه، كل ده عوامل يعني ساعدت الاقتصاد المصري. احنا كنا قبل كده من سنين كنا بنستورد ب 3 مليار ولا حاجه في السنه غاز، دلوقتي اصبحنا دوله مصدره صافي للغاز الطبيعي، مع يعني كان حتى كان معهد اكسفورد للتنميه الدوليه تحدث ان مؤشر التركيبه الاقتصاديه او التنوع في الاقتصاد المصري اثبت ان في نمو متوازن في كل القطاعات الاقتصاديه المصريه. ايضا يعني الاستثمارات تحسنت في الدوله المصريه مع تحسن الصادرات، كل هذه العوامل مجتمعه يعني مع تحسن ايرادات السياحه، كل هذه العوامل مجتمعه يعني ساهمت في ارتفاع معدل النمو. ايضا ان التوقعات رغم ان زي ما حضرتك اشرتي ان هو رغم ان في ازمه عالميه وانخفاض معدل النمو العالمي الذي لا يتجاوز 3%. سؤال اخير يا دكتور، سؤال اخير، والمشاهدين الكرام بيسمعونا دلوقتي في اي خبر اقتصادي قد يكون الكثيرين منهم مش متخصصين في الاقتصاد ويكونوا الكلام ده ممكن يكون شويه صعب عليهم، فبيسال المشاهد في نهايه كل خبر اقتصاد، طيب كل الكلام اللي انتم بتقولوه ده جميل جدا وكويس جدا، بينعكس عليا انا كمواطن ازاي بشكل مباشر؟ طبعا يعني انعكاسه على المواطن بيكون واضح لما نيجي نتكلم نقول انخفاض معدل التضخم او معدل البطاله، ده له علاقه مباشره بالمواطن. ايضا ارتفاع معدل النمو احنا بنقول عليه نمو مستدام بينعكس على الاقتصاد الكلي، يعني معناه ان في توافر في يعني في زياده مستمره في المعروض من المنتجات والسلع والخدمات، ده معناه بينعكس على المواطن. ايضا الزياده او الوفره في السلع بتنعكس على الاسعار اكيد كمان، الاسعار بتستقر في الاسواق. بالظبط، احنا ايضا لدينا اقل معدل تضخم، ده اكيد بينعكس على المواطن. ايضا احنا ابتدينا نشوف ان في تحسن في يعني مؤشرات في مخصصات الموازنه العامه المصريه بشكل مستمر. يعني كانت الموازنه اللي احنا عليها حاليا موازنه 19 20
كان فيها زيادة في المرتبات، فيها زيادة في المعاشات. يمكن البعض بيقول هذه الزيادة غير كافية، ولكن مع يعني كل سنة بيتم حل مشكلة من انخفاض في أسعار الوقود والمحروقات. يا دكتور دي كانت أول مرة تحصل يعني في تاريخ مصر. بالفعل أيضا في الموازنة القادمة هيكون فيها زيادة في مخصصات الصحة والتعليم. ما كناش أبدا هنقدر ندبر تلك المخصصات لو لم نكن يعني وصلنا لهذه المرحلة. أيضا هنتكلم عن نقطة مهمة، انخفاض أسعار الدولار. يعني احنا شفنا أن الدولار بقاله أكثر من سنة واخد اتجاه انخفاض، يعني في تحسن للجنيه المصري. أنا عايز أقول أن يعني تحسن الجنيه أمام الدولار، يعني احنا منذ السبعينيات مثلا لم يحدث تحسن للجنيه امام الدولار، لم ينخفض الا مثلا في 2004 والمره الثانيه اللي احنا في 2019 و2020. طبعا انخفاض او تحسن الجنيه امام الدولار ده بينعكس على انخفاض اسعار السلع المستورده. وبالتالي السلع المستورده دي بتبقى موجوده في الاسواق وتعتبر موجوده في المعروض للمواطن، فبالتالي بتتوفر باسعار مناسبه، وكمان في استقرار للاسعار. ما نسمعش عن كل شويه سعر الحاجه بيرتفع، خاصه ان احنا في سنوات سابقه مش بعيده يعني نقول دايما الحاجه اللي بتغلى ما بترخصش تاني، لكن احنا الحقيقه في ظل تحسن وضع الاقتصاد المصري بنلاقي لا، الحاجات بترخص والاسعار بتستقر وفي توفر للسلع والمنتجات في الاسواق بكثره وبجوده عاليه جدا. مشكورك شكرا جزيلا دكتور كريم العمده الخبير الاقتصادي. خلوني اضيف كمان على كلام دكتور كريم انه عندنا الاحتياطي النقدي الاجنبي في الخزانه العامه للدوله وصل ل 45 مليار دولار، وده الاكبر في التاريخ المصري ان احنا يبقى عندنا هذا الرقم من الاحتياطي النقدي. ده طبعا بفضل سياسات البنك المركزي وقرارات الاصلاح الاقتصادي اللي انعكس بعد كده على مشروعات بنيه تحتيه وبالتالي زياده استثمارات. بنتكلم على توفير فرص عمل، بنتكلم على نمو في قطاعات مختلفة كتير جدا، وبالتالي النتيجة اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي من معدلات او مؤشرات النمو ومؤشرات التضخم ومؤشرات البطالة اللي انخفضت بنسبة كبيرة جدا، ولسه التوقعات بتقول انه القادم افضل بإذن الله لو مصر فضلت محافظة على هذا النهج وماشية على نفس الوتيرة من الإصلاح الاقتصادي ومن السياسات اللي بيتبعها البنك المركزي المصري. طيب لسه بنتكلم عن اخبار يمكن ليها علاقه شويه بالارقام، ولكن فيما يخص وزاره الصناعه والتجاره. نيفين جامع وزيره الصناعه والتجاره قالت انه مجلس الوزراء وافق على صرف 10% جديده ضمن مديونيه الشركات، وانه تم صرف 924 مليون جنيه ل 1400 شركه تقريبا، وانه تم صرف مستحقات الشركات الصغيره اللي بتقل عن 5 مليون جنيه، وانه خلال اسبوع واحد الوزارة وقعت 31 دفعة تسوية مستحقات للشركات و34 دفعة أخرى. أضافت كمان أنه بيتم عمل برنامج لكيفية استفادة كل شركة عشان تكون الاستفادة وفق طبيعة كل شركة. فمثلا برنامج دعم الصادرات فيها أو فيه جزء مرتبط بالتدريب، والشركات نفسها مش محتاجة هذه الاستفادة، وأنه في 30 يونيو اللي جاي هتقوم بتقييم البرنامج علشان تعرف أثاره على الشركات. عايزه اروح مع حضراتكم الخبر يمكن كنا اتناقشنا فيه واتكلمنا وعرضناه هنا في 8 الصبح الاسبوع اللي فات، واعتقد كنا احنا اول ناس نتكلم عن الموضوع ده ونحذر اولياء الامور والطلبه والطالبات في المدارس من هذه اللعبه او هذا التحدي كما يطلق عليه. اللعبه او التحدي اللي عباره عن انه اتنين من الطلبه او الطالبات بيقوموا باستدراج زميل ليهم. انا عايزه بس نعرض الفيديو عشان بدل ما اشرح للناس الناس تكون فاهمه احنا بنتكلم عن ايه. الولد اللي في النص بينط والاثنين اللي واقفين جنبه بيكعبلوه فبينزل يقع على ظهره زي ما حضراتكم شايفين كده. بصوا هو ده التحدي اللي بيتعمل في المدارس ما بين الطلبه والطالبات، طبعا يعني شيء في منتهى الخطوره. الوزاره وزاره التربيه والتعليم اصدرت تعليمات رسميه حذرت فيها من انه في الاونه الاخيره ظهرت اللعبه دي، ودي لعبه خطيره جدا جدا بيعملوها بهدف التصوير وبعدين ينشروها على مواقع التواصل الاجتماعي او على التطبيقات الالكترونيه ويعني بيهزروا. يعني طبعا ممكن يكونوا الاطفال او الطلبه مش مدركين خطوره اللعبه دي، مش مدركين الولد اللي بيقع ده ممكن يحصل فيه مضاعفات عامله ازاي، يحصل له كسر في ظهره او في العمود الفقري، يحصل له شلل ربما بعد الشر يعني، فهم ممكن يكونوا مش مدركين. اولياء الامور نفسهم ممكن يكونوا ما يعرفوش او مش على درايه بانه اولادهم ممكن يكونوا بيلعبوا لعبه زي دي في المدرسه. فوزاره التربيه والتعليم
في مديري هابت بمديري المديريات والادارات والمدارس ومسؤولي الانشطه والاخصائيين النفسيين ومجالس الامناء، مجالس امناء الاباء والمعلمين بتوعيه الطلاب من خطوره مثل هذه الالعاب وعدم ممارستها، وده حرصا على سلامتهم مع التاكيد على الاهتمام بالانشطه المدرسيه اللي بتتلائم مع كل مرحله من مراحل التعليم المختلف. يمكن يعني لو ده بيحصل جوه المدارس فاعتقد على المدرسه مسؤوليه كبيره جدا في الملاحظه والمتابعه وتوعيه الطلاب بخطوره لعبه زي دي. ولو ده بيحصل بره المدرسه فده بيعتمد على وعي الطلبه نفسهم انه لازم يبقوا عارفين ان دي لعبه خطيره جدا جدا ممكن تؤدي الى انه لا قدر الله مستقبله ينتهي. يعني انه بيبقى بيلعب لعبه زي دي ومن منطلق الهزار ومن منطلق انه انا شاطر قوي وانا ما هقع مش هيحصل لي حاجه، وده في سن معين عند الولاد بالذات بيبقى عندهم هذه النزعه انه يقول انا بقيت راجل عايز يلعب العاب صعبه او العاب عنيفه علشان يثبت ان هو ما بيتوجعش وما ما بيتكسرش وما بيحصل ويقدر يستحمل الحاجات العنيفه، لكن ده طبعا في منتهى الخطوره. لازم كل ام وكل اب يوعي ولاده كويس قوي من خطورة اللعبة دي، اسألوا ولادكوا بيعملوا ايه في المدرسة، اسألوا ولادكوا اذا كانوا بيلعبوا اللعبة دي ولا لأ، لانه دي لعبة خطيرة جدا جدا جدا. اسمها ايه اللعبة؟ سكال بريكر. سكال بريكر اللعبة اسمها سكال بريكر. ممكن حضراتكم كمان تعملوا سيرش عليها تعرفوا تفاصيلها اكتر، لكن انا بأرجو حضراتكم انه لازم المتابعة ولازم التوعية سواء جوه المدرسة او بره المدرسه. الاباء والامهات اولياء الامور تابعوا اولادكم كويس قوي لانه الحاجات دي ما فيهاش هزار حقيقي، ممكن تقضي على مستقبله بالكامل. مش عارفه اصلا هم بيخترعوا الالعاب دي ازاي، يعني في الغالب بتكون متصدره لنا من الغرب، زي فاكرين تحدي كان اسمه ايه بتاع السواقه، كيكي باين او حاجه كده، حاجات كلها جايه لنا من الغرب احنا بنقلد، مجرد التقليد الاعمى بدون ما نبقى عارفين احنا بنعمل كده ليه وبنقلد ليه، طب والهدف من وراء ايه؟ احنا ما بنهتمش خالص بكل الاسئلة دي، بنقلد وبس علشان الشير وعشان اللايكس تبقى كتيرة على مواقع التواصل الاجتماعي وعشان الناس تقول علينا يعني روشين قوي وجامدين قوي ومواكبين الحاجات اللي بتحصل في العالم كله. لكن انا بأحذر مرة تانية وبأؤكد على التحذير والتعليمات الرسمية اللي اصدرتها وزارة التربية والتعليم بخطورة هذه اللعبة وهذا التحدي. طيب بمناسبة الحديث عن التعليم، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أتاحت لطلاب الدبلومات الفنية المتقدمين لامتحانات الشهادة ملء استمارات التقدم للامتحانات اعتبارا من امبارح السبت في المدارس، على أن يلتزم الطلاب بمراجعة وكتابة بياناتهم بشكل صحيح. حددت الوزارة، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حددت مواعيد امتحانات شهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي اللي وهتبدأ الامتحانات العملية والمعملية اعتبارا من يوم السبت الموافق 9/5/2020، وبعدها يتم استكمال الامتحانات النظرية اللي هتبدأ يوم السبت 16/5/2020، مع العلم بأنه معاد امتحانات الدور الثاني 25/7/2020. إلى بعض الأخبار الدولية ومشاركات مصر الدولية، وزير الخارجية سامح شكري شارك امبارح في الجلسة النقاشية حول الأمن الإقليمي في منطقة شمال شرق أفريقيا، وده في إطار أعمال الدورة 56 لمؤتمر ميونخ للأمن المنعقد في مدينة ميونخ الألمانية خلال الفترة من 14 ل 16 فبراير الحالي. المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية صرح بأنه الوزير سامح شكري أكد في مداخلاته خلال الجلسة على ما تواجهه منطقة شمال شرق أفريقيا من تحديات ارتباطا بانتشار الإرهاب والجماعات المتطرفة، بجانب عدم الاستقرار السياسي والصعوبات التنموية والتأثيرات السلبية لظاهرة التغير المناخي وظاهرة الهجرة غير الشرعية وغيرها من التحديات الأخرى اللي بتتعرض ليها المنطقة. وقال كمان المتحدث الرسمي أنه في نفس السياق الوزير حرص على استعراض المحددات اللي بتستند إليها الرؤية المصرية للتعامل مع هذه القضايا، بداية من حرص مصر طول فترة رئاستها اللي فاتت للاتحاد الأفريقي على تفعيل مبدأ الحلول الأفريقية للمشكلات الأفريقية، مرورا بضرورة تبني مقاربة شاملة لمكافحة الإرهاب تشمل تجديد الخطاب الديني وتراعي الأبعاد التنموية والمجتمعية، وكمان أكد على ضرورة التصدي لتمويل الجماعات الإرهابية ومحاسبة الدول اللي بتدعم الجماعات الإرهابية.
فضلا كمان عن أهمية الحفاظ على مؤسسات الدول خلال فترات التحول السياسي فيها، تجنبا لحدوث فراغ مؤسسي قد تسعى الجماعات المتطرفة إلى أن هي تشغله. خلونا قبل ما نكمل أخبارنا مع حضراتكم نتابع الصحافة الدولية النهاردة بتقول إيه أهم الأخبار والعناوين اللي تناولتها وتصدرت الصفحات الأولى من الصحف الدولية الصادرة اليوم، ونرجع مرة تانية. الدراسات أو الأخبار المتعلقة بعاداتنا الغذائية زي ما ذكر في موقع اسمه برايت سايد، ده موقع أمريكي يتكلم عن عادات الناس الغذائية وإنه الناس أو الغالبية من الناس بيتناولوا أنواع معينة من الأكل في أي وقت بدون إن هم ما يحطوا في حسبانهم المخاطر الصحية الناجمة عن إنه إنك تاكل أي حاجة في أي وقت بسبب اضطراب الساعة البيولوجية للجسم. وقالت هذه الدراسة أو في هذا الموقع إنه من الضروري إنك تعرف أنواع الأكل اللي أنت لازم تاكلها في الوقت الأنسب ليها سواء الصبح أو بالليل، وده تجنبا لحدوث أي مشاكل صحية ممكن هي تضر بصحة الإنسان. ذكروا بعض الأمثلة زي اللحوم، قالوا إنه دي وجبة تقيلة ما ينفعش تاكلها بالليل قبل ما تنام على طول لأنه تبقى صعبة الهضم، فكلها على الأقل قبل ما تنام بثلاث ساعات. الموز ما ينفعش تاكلها أول ما تصحى الصبح على معدة فاضية لأنه فيها نسبة عالية من السكر هتؤدي للشعور بالتعب والإعياء، فأنسب وقت ليها أنك تاكلها ما بعد الوجبات بعد فترة معينة كده من الوجبة الأساسية. القهوة انه بعض الناس بيفضلوا يشربوا الفنجان القهوه اول ما يصحوا من النوم على طول، يقول لك ما بفوقش ما بشوفش قدامي قبل ما اشرب القهوه، ده غلط جدا، لازم بعد الاستيقاظ بساعتين على الاقل. المكسرات من الحاجات السهله الاكل وناس بتاكلها للتسليه، فبيقول لك انه ما ينفعش تاكلها قبل ما تنام على طول لانه بتاخد وقت طويل في الهضم وبتعمل مشاكل اثناء النوم، وافضل وقت لتناولها يكون بين الوجبات الرئيسيه، عارفين كده يقول لك كل على الاقل خمس وجبات في اليوم، ثلاثه اساسيه ووجبتين في النص زي بقى مكسرات زي فاكهه حاجات خفيفه كده في الناس اللي بتعمل نظام غذائي. وبالمناسبه مكسرات زي اللوز من الحاجات اللي بتعلي نسبه الحرق فالناس بتاكلها لما بتكون تعمل دايت بين الوجبات طبعا وبكميات محدوده جدا. اتكلموا كمان عن الفاكهه الحمضيه زي البرتقال والاستفندي والليمون، من الخطا انك تبدا يومك بعصير حاجه من دول لانها بتعمل حموضه شديده جدا وممكن هي تسبب قرحه في المعده، افضل وقت ليها بعد الوجبه الرئيسيه بساعات. الفول الوجبه الرئيسيه عندنا في مصر من الحاجات الغنيه بالالياف اللي بيفضل ان انت تاكلها الصبح بدري او في وقت مبكر من النهار علشان تاخد وقت طويل في الهضم، ويعني يفضل انت تتجنب انت تاكلها بالليل لان هي بتعمل انتفاخ في البطن وبالتالي ممكن ما تعرفش تنام. الرز من الحاجات اللي فيها سعرات حراريه عاليه وبالتالي بتؤدي لزياده الوزن، فبرضه ما تاكلهاش بالليل كلها الصبح عشان تدي لنفسك وقت لجسمك ان هو يهضمها. الحلويات والحاجات المليانه سكر يقول لك برضو يفضل بتخلي الانسان يشعر بالعصبيه، فيفضل انت تاخد منها قطعه صغيره مره واحده في اليوم بعد الوجبه الرئيسيه. التفاح
من الحاجات اللي بتعزز عملية الهضم والقولون، فأفضل وقت إنك تاكل التفاح الصبح بدري عشان يعني تعزز حركة الأمعاء بشكل صحيح وتحسن عملية الهضم، لأن هي بتستغرق وقت طويل في الهضم، فبلاش تفاح بالليل. دي يمكن أهم الحاجات اللي ذكرتها هذه الدراسة أو ذكرها موقع برايت سايد الأمريكي عن الأطعمة اللي بتضر بصحتنا لو كلناها في غير أوقاتها المناسبة أو غير أوقاتها الصحيحية الصحيحة عفوا. ده له علاقة بإيه بقى؟ احنا بنتكلم عن الأكل، له علاقة كمان بإنقاص الوزن أو الناس اللي بتعمل رجيم. أكتر الحاجات دي ممكن تكون الناس بتاكلها في الرجيم زي التفاح مثلا، زي المكسرات، زي مش عارف إيه، بس وزنهم ما بينزلش. فالسؤال بقى، ليه الواحد ممكن يكون بيعمل دايت ولكن وزنه ما بينزلش؟ دي من الحاجات أو الأسئلة اللي حيرت ناس كتير جدا، خاصة لو بيمارسوا رياضة 4 أيام في الأسبوع على الأقل. طيب، في موقع اسمه نيوز اتكلم عن الأسباب وراء عدم نزول الإنسان أو الشخص في الوزن مع اتباعه حمية غذائية. إيه بقى زي إيه الحاجات أو الأسباب اللي تخلي الواحد رغم إنه بيعمل رجيم إن هو ما يخسش؟ أولاً إنك تفرط في تناول الأطعمة الصحية. مش معنى ان هي صحيه انك تاكل منها كميات كبيره وضخمه بدون ما تحسب السعرات الحراريه اللي جسمك محتاجها. لازم تنظم جسمك محتاج او بيحرق كام سعر حراري في اليوم، فبالتالي انت محتاج تدخل له كام سعر حراري في اليوم علشان تساعد جسمك ان هو يحرق. تاني حاجه انك بتاكل الاكل المناسب للتمارين الرياضيه بما فيه الكفايه، فبتساعد جسمك على خساره الوزن اللي بيحتاجه، لانه جسمك بيحتاج ل الاكل اللي هو وقود الجسد عشان يحرق الدهون. هو بينصحك انك ما تعملش رجيم لوحدك كده منك لنفسك، ولكن تستعين بخبير تغذيه وخبير رياضه عشان تبقى عارف بالظبط اللي جسمك محتاجه من السعرات الحراريه. قله النوم من الاسباب المؤكده لعدم خساره الوزن. الوجبات الخفيفه اللي هي سعراتها عاليه ممكن حتى تكون بتاكلها بكميات صغيره خلال اليوم، ودي حتى وإن كنت بتاكلها بكميات قليلة لكنها برضو بتؤدي لزيادة الوزن بشكل كبير. طبعا عدم ممارسة الرياضة من الأسباب المهمة لعدم فقدان الوزن. إنك في اليوم بقى الفري اللي هو يقولك تاكل فيه كل اللي انت عايزه، دي طبعا معلومة خاطئة. اليوم الفري ده تاكل وجبة واحدة بس تبقى حر فيها، مش طول اليوم، مش من أول ما تصحى لحد ما تنام قاعد تاكل تاكل كل حاجة، لأنه ده برضو ممكن يبوظ نظامك الغذائي. التوتر من الحاجات برضو اللي بتأدي أو بتلعب دور مهم في السمنة، وبعض الأمراض زي تكيس المبايض وأمراض الغدة الدرقية، الحاجات دي برضو بتأثر على إنقاص الوزن، وبعض الأدوية اللي ممكن يكون ليها آثار جانبية بتساهم في زيادة الوزن. دي كانت أبرز الأسباب اللي ذكرها موقع نيوز عن أسباب عدم خسارة الوزن لو انت بتعمل او بتتبع حميه غذائيه او نظام غذائي. دي ابرز الاسباب اللي ناس كتير ممكن تكون بتعملها وهم مش واخدين بالهم او مش مدركين انه هي دي السبب اللي بيوقف خساره الوزن. اخر خبر معانا النهارده بيتكلم عن الوان الديكور الموضه في 2020. خبيره اثاث المانيه اسمها جابرييلا كايزر قالت انه الالوان النيون بتغزو عالم الديكور هذا العام، وبتضفي لمسة جاذبية وبهجة على الغرفة. وقالت إنه الألوان اللي هي زي الأصفر، زي البرتقالي، زي الأخضر، زي الوردي، دي هي دي الألوان النيون، تمتاز بطابع صارخ، عشان كده بيتم استخدامها بشكل بسيط جدا وضئيل جدا في الديكورات المنزلية، زي يعني حاجة في جنب كده كنبة بلون مختلف، بلون برتقاني مثلا، بلون أورنج، مش عارف فازة، مش عارف بلون إيه عليها سبوت عامل إزاي، كل الحاجات دي بعيدا عن التكلف والمبالغة. قالت كمان إنه اللون الأزرق بيغزو برضو عالم الأثاث والديكور في هذا العام، واتكلمت على ألوان إيه تانية أقول لحضراتكم. اتكلمت على انه الجدران او الحوائط والكنب والكراسي ممكن ان احنا نعملها بالوان زي الازرق، يكون لون بسيط من والوان تانية من درجات الباستيل، الالوان الازرق الغامق، كل الالوان دي ممكن تكون مناسبة. قالوا كمان انه
من الالوان المناسبه لغرف الاطفال اللون الاخضر النعناعي واللون الوردي، وقالوا كمان انه الوان الباستيل بتتمتع بطابع هادئ يساعد على المذاكره والتمتع بنوم هادئ، واللون الازرق الكلاسيكي من برضو الوان الديكور. طبعا يعني هي دي بتبقى بتتقال بشكل عام، لكن كل بيت بيختلف من بيت لبيت، من ذوق الشخص لشخص. فطبعا بيفضل واحنا بنفرش بيتنا ان احنا نستعين بمهندس ديكور، او لو حسب ذوقك الحاجات اللي بتريحك في البيت. يعني لو كانت الالوان النيون دي ما بتنالش اعجابك، ما تعملش بيتك بيها، مش لازم تمشي على الموضه في كل حاجه، لان الموضه بتروح وبتيجي وبيفضل بيتك كده زي ما هو، مش شرط ان انت تقدر تجدده كل سنه بما يتواكب ويتناسب مع الموضه. طبعا في الاخر كل واحد بيعمل بيته بالطريقه اللي تريحه واللي يرتاح فيها، لانه ده بيتك في الاخر، المكان اللي انت بترجع ليه بعد يوم شاق ويوم عمل طويل، عايز ترتاح، عايز تلاقي الوان البيت كده حلوه وهاديه ومريحه، مش لازم بقى نقعد نعمل فسفوري واخضر ومش عارف ايه عشان انه يعني نمشي مع الموضه. يوم الجمعه اللي فاتت ويوم عيد الحب، وكل سنه وحضراتكم طيبين، كان معانا فقره خاصه بمناسبه هذا اليوم، عملتها الزميله العزيزه داليا اشرف من داخل دار لكبار السن. اتكلمت معاهم عن قصص وحكايات حب في حياتهم، حكايات الزواج اللي عاشوها وما الى ذلك، من الفقرات الرائعه جدا، بشكر داليا عليها طبعا. لكن في كواليس تصوير هذه الفقره، الأمهات والآباء الموجودين داخل هذه الدار طلبوا إن هم يروحوا يزوروا متحف القوات الجوية. الحقيقة استجابة لمطالبهم 8 الصبح نظم هذه الرحلة الخاصة لأهالينا من كبار السن إلى متحف القوات الجوية. ده طبعا كان بالتعاون مع السادة المسؤولين اللي بنوجه لهم كل الشكر والتحية على سرعة الاستجابة وعلى تنظيمهم لهذه الرحلة، وتلبية لمطلب وأمل أهالينا من كبار السن في هذه الدار لزيارة متحف القوات الجوية. سالي تراد راحت معاهم في هذه الزيارة ونقلت لنا التفاصيل والجولة وهذه الرحلة خلال اليوم. تعالوا نتابع مع حضراتكم. من أكثر الأماكن اللي بمجرد التواجد فيها بتشعر بالفخر والانتماء والقوة، متحف القوات الجوية المصرية، خروجة ممتعة ومناسبة لكافة الأعمار. وإحنا النهاردة موجودين في جولة خاصة مع ضيوف سابقين لبرنامج 8 الصبح من كبار السن، كان من ضمن مطالبهم خروجة وفسحة في يوم عيد الحب للاستمتاع بالأجواء، وبالفعل ساهم برنامج 8 الصبح في تنفيذ مطلبهم مع الجهات المختصة. وإحنا موجودين النهاردة في واحد من أهم وأجمل المتاحف المصرية، متحف القوات الجوية المصرية. النهاردة الحلاوة في الخروجة إن إحنا مجموعة حلوة بنجتمع مع بعض في يوم جميل اللي هو يوم عيد الحب، فدي بتبقى بتدي إحساس جميل، وخصوصا لكبار السن. كبار السن دايما يعني بيحبوا إن الناس تبقى فاكراهم في الأوقات دي أو في المناسبات دي، بتبقى حاجة ظريفة جدا إن هم يعني بيحسوا إن في ناس بيهتموا بيهم، ناس فاكراهم، مش هم حاجة منسية إن احنا قاعدين في دار سنين، بالعكس هم فاكريننا وبيجوا لنا وبيجيبوا لنا حاجات حلوه، وبتدي يعني نوع من الراحه النفسيه والفرح الداخلي اللي بيخليكي تبقي عايشه بيه فتره طويله. تغيير تغيير حلو، بعدين يعني بتقعدي فري كده مع اصحابك، بتتكلموا في اي حاجه بتاع، بتصادفي برضو ناس كويسين هنا، بتتعرفي على حاجات، فتغيير جميل طبعا. انا ما جيتش مكان دي سياحه بالنسبه لي، سياحه ظريفه يعني حلوه وتشوق يعني ان انا اعرف واشوف تاريخ الطيران في مصر والمصانع بتاعتنا وشهدائنا وحاجات كتير شفتها. شفنا الطيارات والشرح اللي كانت بتشرحه مقدمة، كان طيارات فظيعة بصراحة، يعني
حاجة فخر لمصر يعني، بالنسبة لي يعني حاجة حلوة يعني وجميلة وحاجة جديدة، أشوف طيارات وأشوف شرح ومتحف لا حاجة جميلة والله. للحب وجوه كثيرة، منها ود أهالينا من كبار السن والمساهمة في إسعاد روحهم الطيبة الودودة ولو بالسؤال عنهم، كسعادتهم بنزهة بسيطة في صرح تاريخي فيه صقور صامتة مترصة بعزة وأصالة في متحف القوات الجوية المصرية. سيري تراد، 8 الصبح. شكرا سالي تراد، كل التحية كمان لأهالينا من كبار السن كانوا في هذه الرحلة، كل التحية كمان للجهات المسؤولة اللي نظمت وسهلت هذه الرحلة على كبار السن. الحقيقة استوقفني جدا طلبهم، طلب الأباء والأمهات اللي كانوا موجودين في هذه الدار، إن هم اشمعنى عايزين يروحوا متحف القوات الجوية. استوقفني ليه ما طلبوش مكان تاني؟ ليه ما طلبوش يسافروا مثلا مكان مختلف يغيروا جو؟ اشمعنى متحف القوات الجوية؟ وليه الأجيال الجديدة ممكن يكونوا ما زاروش المتحف قبل كده وما يعرفوش أصلاً إنه موجود وما زاروهوش، وأهاليهم ممكن يكونوا في الأجازات أو في الأعياد أو في الاحتفالات ما بتكونش هذه الأماكن من أولى الأماكن المرشحة للزيارة أو للفسحة أو للذهاب؟ ليه؟ إحنا محتاجين إنه أولادنا والأجيال الجديدة يروحوا يزوروا المتاحف دي ويزوروا الأماكن دي ويتعرفوا على المجهود اللي بتقوم بيه القوات الجوية والقوات البحرية والقوات المسلحة بكل فروعها، محتاجين في حرب أكتوبر وغير حرب أكتوبر في ذكرى الحرب يعني نودي أولادنا يزوروا البانوراما ويشوفوا تجسيد مشاهد من حرب أكتوبر العظيمة، محتاجين أولادنا يزوروا الأماكن دي ويعرفوها، مش بس الفسح والخروجات والملاهي والحدائق وكل الأماكن دي، في أماكن مهمة جديرة بالزيارة وجديرة بإن إحنا نعرف ولادنا إن هي موجودة ونعرف ولادنا هي ليه موجودة وليه تعمل لها متحف. دي من الحاجات المهمة جدا اللي استوقفتني الحقيقة في متابعة هذه الفقرة ومتابعة كواليسها. ختام أخبارنا النهاردة خلونا نروح مع حضراتكم نتابع آخر وأهم أخبار الفن والرياضة في كواليس 8 الصبح، وبعدها نلتقي في أولى فقراتنا النهاردة نتكلم عن خطوات مصر والتطور اللي حصل في قطاع الطاقة والبترول بشكل عام، خاصة وإحنا من أيام قليلة كانت مصر بتستقبل أو بتقام على أرضها معرض إيجيبس 2020 في دورته الرابعة، ووقعت مصر عدد من الاتفاقيات الهامة جدا خلال هذا المعرض. هيكون ده موضوع نقاشنا بعد الفاصل، ولكن دلوقتي أسيب حضراتكم تتابعوا آخر وأهم أخبار الفن والرياضة في كواليس 8 الصبح. مجلس إدارة النادي الأهلي ملف تجديد عقود كبار الفريق عقب مباراة السوبر المصري بالإمارات بين الأهلي والزمالك لانشغال الجهاز الفني بالاستعداد للمباراة. مجلس إدارة نادي الزمالك وعد الفريق الأول بصرف مكافآت ضعف مكافأة السوبر الأفريقي حال الفوز على الأهلي في مباراة السوبر المصري والمقرر لها الخميس المقبل بمدينة أبوظبي بالإمارات. جوميز المدير الفني للإسماعيلي يدرس الاعتماد على صانع ألعاب الفريق أحمد مدبولي في مركز الجناح الأيمن لتعويض غياب عبد الرحمن مجدي أمام الرجاء المغربي بالبطولة العربية. اليوناني تاكيس جونس المدير الفني السابق لوادي دجلة تلقى عرضين من الجونة والإسماعيلي لتولي المهمة الفنية لأي منهم عقب فسخ تعاقده مع مجلس دجلة بالتراضي. اتحاد الكرة يدرس تنظيم ممر شرفي من لاعبي الأهلي للاعبي الزمالك احتفالا بفوزه بلقب السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي، وذلك خلال مباراة السوبر المصري يوم 20 فبراير الجاري بالإمارات. تجسد الفنانة حلا شيحة دور شقيقة النجمة يسرى ضمن أحداث مسلسل ذهب عيرة المقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل، حيث يسجل العمل اللقاء الأول بين حلا شيحة ويسرى في الدراما التلفزيونية، والعمل من تأليف أحمد عادل ومن إخراج سامح عبد العزيز، والعمل إنتاج مشترك بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والعدل جروب.
برحب بحضراتكم مشاهدينا الكرام مره تانية. نتكلم النهارده خلال فقرتنا ما تم من مجهودات وانجازات خلال العام الماضي من مجهودات في قطاع البترول ادى الى انتعاشه ادى الى تطوره، وما هو متوقع ليه كمان في السنوات القادمه. عندنا اكتشافات اثريه كتيره جدا، عندنا تصور مصري بتسعى اليه دلوقتي لتحويل مصر لمركز اقليمي لتداول الغاز في المنطقه. عندنا كمان مؤتمر او معرض ايجيبت 2020 في دورته الرابعه اللي كان منعقد في مصر خلال اليومين اللي فاتوا دول، ونتج عنه ايضا اتفاقيات، حوالي 5 اتفاقيات وقعتهم وزاره البترول المصريه، بخلاف طبعا اتفاقيات اخرى وقعتها الشركات الاستثماريه في مصر. كل ده له مردود كبير جدا على قطاع الطاقه في مصر وعلى مستقبل قطاع الطاقه في مصر. خلينا نتكلم تفاصيل اكتر النهارده مع ضيفنا الكريم المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس الهيئه العامه للبترول السابق. اهلا بيك يا باشمهندس. اهلا بيك. لو اتكلمنا بدايه كده من الاكتشافات الاثريه، سواء اللي حصلت او سواء اللي اعلن وزير البترول عن انه ان شاء الله في الفتره الجايه هيكون في اكتشافات اثريه جديده، معناه ايه؟ مردوده ايه؟ خاصه واحنا دلوقتي بنسعى الى ان احنا نكون مركز اقليمي لتداول الغاز في المنطقه. هو احنا تحولنا تقريبا الى مركز اقليمي لتداول الطاقه او تداول الغاز الطبيعي. عندنا إمكانيات محورية برضو في تداول وتجارة النفط والمشتقات البترولية. موقفنا النهاردة بالنسبة قطاع البترول يهمه في المقام الأول هو استدامة إنتاج النفط والغاز الطبيعي، لأنه دول هم المصدر الأساسي للطاقة في مصر. فطبعا يهمنا الاستدامة. هنا الاستدامة تعني إيه؟ المزيد من اتفاقيات البحث والتنقيب عن النفط والغاز في كافة المناطق الموجودة في مصر، خصوصا المناطق اللي لم يتم البحث فيها من قبل، وهي تسمى المناطق النائية أو المناطق اللي لم يتم البحث فيها من قبل. النهاردة في دفعات قوية لتلك المناطق. طبعا اكتشاف زهر ادى برضو منطلق جديد لعمليات بحث وتنقيب في المياه العميقة، خصوصا أن منطقة شرق المتوسط تعوم في خزان من كبير من الغاز الطبيعي، وده طبقا لتوصيات كبرى الجهات المتخصصه العالميه في مجال تحديد حجم المخزون الغاز في مناطق العالم كلها. مش بس المتوسط، عندنا البحر الاحمر، عندنا في الصحراء الغربيه، وعندنا في سيناء، عندنا مناطق كتير جدا متوقع اكتشاف ابار طاقه هناك فيها. يمكن قطاع البترول بيتكلم عن حصاد 2019، باشمهندس بيتكلم عن زياده حجم انتاج الثروه البتروليه ل 84 مليون طن. بص حضرتك، احنا عندنا المناطق البحثيه بتاعتنا ومناطق الانتاجيه للغاز والنفط منحصره في المنطقه الشرقيه، في منطقه خليج السويس هي منطقه انتاج نفط. عندنا اللي هي منطقه شرقيه لمنطقه خليج السويس اللي هي منطقه الشرقيه، عندنا المنطقه الغربيه من الصحراء الغربيه منطقه أيوة. انتاج غاز ومناطق نفط بمواصفات خاصه، لان كل انتاج النفط في منطقه الصحراء الغربيه هو غاز خفيف عالي القيمه. عندنا برضو اكتشافات ارضيه في الصحراء الغربيه، طبعا بتمد مصر عبر خطوط انابيب الى المناطق الاستهلاكيه. عندنا في منطقه شرق المتوسط في المياه العميقه والمياه الضحله والمياه المتوسطه عندنا اكتشافات متعدده، لذلك احنا وصلنا الى معدل انتاج ضخم جدا من الغاز الطبيعي. النهارده وصلنا الى 7.2 مليار قدم مكعب غاز في اليوم. ده بيكفي احتياجاتنا، وفي فائض كمان بيتم الاتفاق على تصديره طبقا لاسلوب جديد في عمليه التسويق الغاز الطبيعي. عشان كده مصر ليها رؤيه، انا شايف ان مصر ليها رؤيه مستقبليه واضحه في كيفيه الاستفادة من الغاز الطبيعي اللي انتاجها الضخم ده. كان الرؤية دي اللي بتشجع كمان الاستثمار الأجنبي على ان هو يدخل يستثمر في منطقة زي مصر او مكان زي مصر، مستقبله في قطاع الطاقة مبشر يعني. ايه طب لو اتكلمنا عن الرؤية مش بص قطاع البترول النهاردة طبعا تكلف الشركات الأجنبية المؤتمر السنة دي والمعرض شهد تدفق ضخم جدا، احتفالية كبيرة جدا من كافة ومشاركة من كافة الشركات العالمية المتخصصة في كافة المجالات. أهم حاجة أن السبب الرئيسي في هذا التكالب الشديد والاحتفالية الكبيرة اللي كانت في مؤتمر إيجيبت السنة دي كانت بسبب أن مصر أصبح لها رؤية مستقبلية واضحة المعالم.
وماشيه فيها بخطه ثابته وسريعه ويعني انا اللي شايفه سريع جدا. النهارده اصبح عندنا انتاج ضخم من الغاز الطبيعي، احنا عندنا استدامه في انتاج النفط بانتاجيه يعني تكفي تقريبا يعني معظم احتياجاتنا لتغذيه معامل التكرير وخلافه. احنا عندنا النهارده اصبح في نوع من دفعه قويه في مجال اكتشاف النفط في مناطق الصحراء الشرقيه وفي مناطق البحر الاحمر، في دفعات قويه جدا بتقوم بيها مصر من خلال شركات اجنبيه متعدده. النهارده اصبح فكر مصر في الرؤيه المستقبليه واضحه ازاي، ازاي احنا استدامه انتاج الغاز والنفط، الناحيه الثانيه ازاي نحول مصر بدل ما احنا النهارده بنستورد منتجات بتروليه كثيره زي البنزين والبوتاجاز والسولار وخلافه، النهارده احنا في خطه واضحه جدا ان احنا نكفي احتياجاتنا من تلك المنتجات عن طريق ان احنا بنحول استخدام الغاز الطبيعي الفائض الى منتجات بتروليه، عن طريق ان احنا بنحل الغاز الطبيعي يحل محل المنتجات البتروليه السائله زي البنزين والسولار والبوتاجاز والمازوت، بحيث ان احنا نوفر المنتجات دي ونحولها الى منتجات بتروليه اخرى. بيتم استخدامها بقى في المصانع والاستخدامات المنزليه وكل الكلام يعني ده. مثال ان احنا مثلا النهارده كل محطات توليد الكهرباء بتشتغل بالمازوت. النهارده احنا كانت من قبل بتشتغل بالمازوت، النهارده بتشتغل بكامل طاقتها بالغاز الطبيعي. وفرنا المازوت، وفرنا المازوت اللي كان بيشتغل بيه من قبل. ابتدينا نحول المازوت ده عن طريق معامل التكرير المتقدمه الحديثه بمشروعات قوية جدا. النهارده احنا بنعمل تقريبا اربع معامل تكرير جديدة، واحد منها ابتدى تشغيله. النهارده المعامل دي هتحول المازوت الفائض ده الى منتجات بترولية عالية القيمة. عشان كده شوفي هتبقى في خلال سنتين ثلاثة مصر هتتحول الى اكتفاء ذاتي من كافة المنتجات البترولية. وانا بقول ان هيكون فائض كبير جدا في بعض المنتجات البترولية اللي بيتم تصديرها حاليا، مثلا زي وقود النفاثات. أنا في القريب العاجل جدا هنصدر كميات كبيرة برضو من البنزين السيارات. ودي التطور الكبير جدا اللي حدث في مصر، إزاي تزودي القيمة المضافة لإنتاجك الضخم من الغاز الطبيعي. ده هيخلي مصر يمكن كمان مصدر مهم للطاقة، خاصة لأوروبا أو في شمال المتوسط، وبالتالي ده هينعكس كمان لو بنتكلم على يعني إنه القطاعات كلها لا تنفصل عن بعض، ثقل سياسي كمان. طيب لو اتكلمنا على إنه مصر كمان أو الدولة المصرية قدرت الفترة اللي فاتت إن هي تسدد التزاماتها تجاه الشركات الاستثمارية أو شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر، انعكاسات ده إيه ومردوده على مزيد من الاستثمارات في هذا القطاع؟ بصي يعني استمرارية سداد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مصر من معدلات كانت في يوم من الأيام كان علينا مستحقات تصل إلى 6 مليار دولار، النهاردة احنا وصلنا إلى ما يعني يعادل تقريبا 200 مليون دولار فقط. فتخيلي احنا بنسدد ايه؟ احنا بنسدد ما يتم شراؤه من حصص الشركاء الأجانب في النفط والغاز، وكمان احنا بنسدد المستحقات المتاخرات. يعني احنا مش بنسدد بس المتاخرات، لا ده احنا بنسدد المتاخرات وبنسدد ما يتم شراؤه من حصص الشركاء الاجانب وفي مجال النفط والغاز. طبعا ده بيطمن المستثمرين انه حقهم محفوظ، ده بيطمن المستثمرين ان هم يدخل مزيد من الاموال في الصرف. عشان كده تلاقي شركات عالميه كبرى النهارده اصبحت ليها باع كبير قوي في قطاع البترول في مصر. قطاع بترول عالمي يعني في مجال البحث والانتاج وانتاج النفط في العالم كله، وتعتبر يعني اكبر شركه عالميه في انتاج النفط زي شركه اكسون موبيل. النهارده اصبح لها اتفاقيتين امتياز في مناطق شرق المتوسط وفي مناطق البحر الاحمر، ودي كانت يعني ده دليل على قوه الاقتصاد المصري والاستقرار الامني والسياسي اللي موجود في مصر، وقدره قطاع البترول على سداد مستحقات الشركاء الاجانب من الحصص الانتاجيه. قطاع البترول بقى قوي جدا، اصبح ليه تاثير كبير جدا على معدل النمو في مصر، اصبح تاثير جدا على الدخل القومي. واضح قوي المعالم النهارده قطاع البترول هو انا شايف ان هو امل مصر في عمليات الانتاج والتحول الى قطاع
مدر الاموال للخزانه المصريه. يمكن ده كمان يعني من اسبابه انه القياده السياسيه المصريه كان عندها بعد نظر وسبقت بخطوات لما قامت بترسيم الحدود البحريه مع قبرص واليونان في الوقت اللي فيه دول تانية عندها مشاكل في مياهها الاقليميه. وده بيعرقل فكره التنقيب والبحث عن الطاقه والغاز والبترول في المياه، فده شيء طبعا يحسب بشكل كبير جدا القياده السياسيه المصريه. خلال مؤتمر او معرض ايجيبتس 2020 يا باشمهندس تم توقيع عدد من الاتفاقيات، اعتقد وصلوا الخمس اتفاقيات بملايين الدولارات يعني، ومذكرات تفاهم لتنفيذ مشروعات جديده. انعكاسات ده ايه ومعناه ايه، وليه الشركات العالميه بنتكلم على بريتش بتروليوم، بنتكلم على بكتيل الامريكيه، بنتكلم على عدد من الشركات ذات الشهره والصيت الواسع عالميا في هذا القطاع، معناه ان هي ترجع او تقرر ان هي تضخ رؤوس اموال وتعمل مشروعات واستثمارات جديده في مصر في هذا القطاع؟ بصي، واضح جدا ان مصر منطقه استثماريه جاذبه للشركات العالميه الكبرى. مصر عندها بنية تحتية قوية جدا، عندها سوق كبير، مصر سوق كبير في الأصل، سوق استهلاكي كبير جدا مش سوق صغير. مصر دولة معبرية في المنطقة. مصر عندها القدرة على التحول، ما هي مركز ما بين الشرق والغرب في عملية تداول وتجارة النفط. عشان كده تلاقي اختيار المشروعات في تلك الاماكن بيدي لمصر، بيدي للشركات الاجنبيه، مش بيدي لمصر بس، بيدي للشركات الاجنبيه قدره على المناوره في التعامل بالمنتجات البتروليه والمنتجات البتروكيماويه في مجال الشرق، في مناطق الشرق والغرب. وهنا التسويق العالمي النهارده بيعتمد على المناطق الجاذبه للنقط المحوريه لكيفيه تسويق المنتجات بشكل جاذب وبشكل سريع وبشكل نشط. اهم حاجه التسويق، فاختيار المناطق الانتاجيه عشان ترتبط بالمناطق التسويقيه. فمصر بتتميز بموقعها يعني الجغرافي اللي بيساعدها على تتبوأ تلك المكانه، عشان كده برضو وبرضو موقعها الجغرافي هو اللي ساعدها ان هي تتبوأ مركزها كمحور اقليمي لتداول وتجاره الغاز في المنطقه. عشان كده الشركات الاجنبيه كمان شايفه في طموح كبير قوي، يعني بالنسبه ان قطاع البترول متطور جدا، متطور اداريا. خلي بالك احنا عايزين نتكلم على التطوير اللي بيحصل في قطاع البترول من ناحيه العاملين نفسهم، في العاملين وادائهم وخبراتهم المكتسبه بعمليات تدريب منتظم جدا وعمليات تطلع مع الشركات الاجنبيه على احدث النظم والتقنيات الحديثه في عمليات التجاره والتداول والخدمات الخاصه بكيفية التداول وكيفية تسويق المنتجات البترولية والغاز الطبيعي في العالم كله. النهاردة التطوير ده بيشمل كمان تطوير العاملين. احنا العاملين المصريين عندنا خبرات متعددة قوي، عندنا خبرات فنية متعددة وعندنا خبرات تكنولوجية برضو. أصبحنا عندنا النهاردة شركات متخصصة في عملية الدراسات الهندسية والبيئية والدراسات وتنفيذ المشروعات، عندنا شركات متعدده في تنفيذ تلك المشروعات، عندنا خبرات في كافه المجالات. عشان كده تلاقي قطاع البترول القطاع الامثل في عمليه التنسيق ما بين كافه القطاعات المشتركه في انشطه قطاع البترول كله، من عمليه انتاج الغاز وانتاج النفط الى انتاج منتجات بتروليه، منتجات بتروكيماويه واسمده يتم تسويقها للعالم الخارجي. كل ده بس في اطار تنسيق وإطار تكاملي ما بين كافة القطاعات الخاصة بقطاع البترول اللي بيتم حاليا بشكل منظم جدا وبشكل موضوعي. طب لو اتكلمنا على انعكاسات على المواطن المصري، دايما بحب لما نتكلم عن إنجازات أو مجهودات أو تطور في أي قطاع نقول للمشاهد اللي بيتفرج علينا ده بينعكس عليه هو بإيه. لو بنتكلم على استخراج أو اكتشافات بترولية والغاز الطبيعي، صناعات مختلفة زي التكرير، الطاقة التكريرية، أو زي صناعة البتروكيماويات، إسالة وإدابة الغاز وتصديره للخارج، انعكاسات ده على المواطن المصري؟ أقول لحضرتك يعني إحنا كمان سنتين ثلاثة عندنا اكتفاء ذاتي من منتجات البترولية كلها في إنتاج في مصر. تخيلي ان لا هذا عندنا امكانيات تصنيع وتحويل وانتاج كافه المنتجات البتروليه في مصر. معناها ايه؟ معناها ان لا ازمات تموينيه على الاطلاق. لا على الاطلاق في كافه منتجات البترول من اول البوتاجاز الى المازوت مرورا بالبنزين والسولار ووقود النفاثات وخلافه. تخيلي
لا ازمات تموينيه على الاطلاق. اهم حاجه تانية ان احنا الانتاج لما احنا بننتج في ارضنا معناها ان احنا بنوفر قيمه النقل البحري والتداول للمنتجات البتروليه اللي احنا بنستوردها حاليا. احنا دلوقتي ما بنستورد منتجات بتروليه زي السولار وزي البنزين، احنا بنكلف عبء على المواطن اللي هو تكلفه النقل البحري عبر النقلات البحريه اللي بتنقل المنتجات البتروليه. ده هيتشال، ده هيتشال. زائد كمان تكلفه الانتاج المنتجات البتروليه في الارض المصريه هيقلل التكلفه لحد كبير جدا نتيجه تكلفه العماله المصريه اقل طبعا من نظيرها في العالم الخارجي، فممكن يقابلها وده مش لضعف في الكفاءة المصرية، بالعكس لا لا لا. الكفاءة المصرية والعاملين في هذا القطاع في مصر يعني على قدر عالي جدا من المهارة والاحترافية. عايز اقول لك عاملين مصريين في كل دول العالم يعني هم اللي بيديروا بالزبط. يعني الشركات العالمية دي بيديروها برضه المصريين، خبرات مصرية عالمية بكل تأكيد. اشكرك شكرا جزيلا المهندس مدحت يوسف نائب رئيس الهيئة العامة للبترول السابق، شكرا نورتنا وشرفتنا. مشاهدينا الكرام فاصل قصير وبعد الفاصل فقرتنا الأسبوعية الاجتماعية، نتكلم بعد الفاصل عن امتى يكون شغل الزوجة سبب لمشاكل في حياتها الأسرية. شاركونا طبعا باتصالاتكم ورسائلكم خلال فقرتنا القادمة بعد فاصل قصير. حضراتكم مشاهدينا الكرام في فقرتنا النهارده بنتكلم عن شغل الزوجه، لو الست بتشتغل هل ده بيسبب لها مشاكل في البيت في حياتها الاسريه؟ انواع الرجاله الحقيقه بتختلف، يعني خلوني اختصر عليكم نص المسافه قبل ما نبدا فقرتنا واقول لكم ان الرجاله ممكن يكونوا ثلاث انواع، نوع موافق ان زوجته تشتغل وبيشجعها وبيكون داعم ومحب ليها وما بيقول لهاش اصرفي على البيت، ده نوع وده في نظري ارجل انواع الرجاله يعني. النوع التاني اللي ممكن يكون مش حابب مراته بتشتغل وده مش لعيب فيه ولكنه ممكن يكون بيغير عليها، ممكن يكون مش عايز حد يضايقها بكلمه في الشغل ما يقدرش يدافع عنها ساعتها، وده برضو زوج محب لا شك. النوع الاخير ده بقى وده اللي فيه مشكله، اللي مش عايز مراته تشتغل لانه بيغير من نجاحها ممكن، او لانه بيخاف لما تنجح وتستقل ماديا تبعد عنه، واعتقد ده النوع اللي فيه المشكله. طبعا منتظرين حضراتكم تشاركونا خلال فقرتنا بتليفوناتكم، نسمع ارائكم ونسمع اذا كنتوا مريتوا بمشاكل بسبب شغل الزوجه ولا لا. هنستناكم. خلوني ارحب بضيفي الكريم اللي دايما بيشرفني في استوديو 8 الصبح، الدكتور طارق الياس خبير العلوم السلوكيه. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك. أي انا قلت مظبوط ولا لا في انواع الرجاله اللي مراتاتهم بتشتغل؟ ده كلام مهم جدا حضرتك قلتيه وهي دي الحقيقه فعلا، لكن خدي بال حضرتك ان في نوعيه كمان من الرجال احنا لسه ما قلناهاش. ايه بقى اللي هو بقى الراجل اللي بيخليها تقعد علشان الاولاد محتاجينها او لو هي مقصره في البيت، وحتى لو ما كانش هو حاسس انه مش قادر يغطي الجزء ده. هو بيشتغل في طول الوقت، هو طول الوقت بره البيت، فهو حاسس ان البيت اصبح في خطر. في بعض الابهات كده وهو بيحاول يقنعها بالمنطق وساعات هي بتقتنع ومش بتلاقي فيها مشكله. لا بس ممكن كمان الراجل يسيب مراته تشتغل لانها بتشاركه في مصروف البيت، وده جانب تاني اقتصادي مهم. وتعالي ما نغفلوش، لانه في الزمن ده دلوقتي في عائلات كتير معتمده على المرتبين مع بعض. صح، هي بتعمل حاجه وهو بيعمل حاجه. طب امتى يكون شغل الزوجه بيسبب مشاكل للزوج؟ وازاي الست تعرف جوزها انه نوع من الانواع دي؟ ممكن يكون غيران من نجاحها بس اكيد مش هيقول لها، يقول لها مثلا اصل انا بغير عليكي ما تشتغليش. الست ازاي تعرف ده؟ وهل من حقها ترفض ان هي تقعد من الشغل ولا لا؟
هو طبعا من حقها اذا كان ده مرتبط باحلام عندها واتفاق بينها وبينه ايام الخطوبه. احيانا هم بيتفقوا انا هكمل شغل بعد الجواز، هو يقول لها انا ما عنديش مانع، وبعدين بتتغير وجهه النظر بعد الجواز. طيب تتغير ازاي بقى؟ يلاقيها بتنجح وبتتالق فيقول لها لا لا عودي بقى ما ينفعش الكلام ده. لا والله يا ايه، ده احيانا هو علشان حته انه بيتجمل في فتره الخطوبه، هي دي المصيبه اللي اتكلمنا فيها انا مع حضرتك اكتر من مره، عدم الوضوح والصراحه. المتهم الاول دايما ان انا بقول وبوعد وباشياء انا ما بقدرش اعملها للاخر بس عشان اوديها، وبعد ما بنتجوز ببتدي عايز امشي بقى ايه القانون بتاعي جوه البيت. هي دي بقى بتبقى المشكله. وخدي بال حضرتك في نوعيه برضو من الستات مش بتحب قعده البيت بطبعها، بتحب انها تقابل الناس وتتكلم معاهم، تحب يبقى لها مجتمع. علشان كده هو حتى لما يجي هيلاقيها زهقانه، هيلاقيها متضايقه وعايزه تطلع الزهق بقى وحل من دماغي، واحيانا عايزه تبقى مشغوله بحاجه غيره. هو بيبقى عاوز كده، هو عايزها تاخد الجانب ده مع اصحابها وتخفف عنه الضغط. ما هو بقى يلا خرجني، يلا عايزه اتفسح، طول النهار يلا عايزه اتكلم، بكلم الحيطان تعالى اتكلم معايا. صح كده، بطل قاعده على القهوه كل الكلام ده. هي كده، علشان كده هو لازم يضحي بقى بجزء خاص بيه عشان يوديها هي. طيب امتى يعني الى اي مدى الزوج ممكن يستحمل تقصير الزوجه في البيت اذا كانت بتشتغل؟ المدى الوحيد اللي ممكن هو يستحمله اذا كان الموضوع بيخصه هو، لكن لما بيكون الموضوع بيخص بيته واولاده ومذاكرتهم ما بيستحملش. بيبقى عاوز ياخد ايه موقف، ده غير اللي بيغذيه. لو ما اولادك عاملين ايه، لا والله اصلا لما انت بتشتغل ما حدش بيذاكر لهم. لا يبقى تقعد عشان الولاد، ما هو كل واحد فيهم عنده حد بيغذيه في ودانه بالايجاب والسلب. طب تيجي نسمع اراء الناس. طبعا معانا محمود من سوهاج، راي صعيدي بقى. اهلا يا محمود، صباح الخير. اهلا، صباح النور. صباح الفل، قول لنا رايك في الموضوع ده. والله رأيي أنا حضرتك راجل متجوز وبس، يعني أنا عند المرأة زي كده قاعدة تشتغل وكده، بس أنا يعني مستعيبها عن استعياب. ليه؟ مستعيبها ليه يا محمود؟ مستعيبها أصل حضرتك عندنا في الريف وكده، فيعني الواحد يعيب إن هي مرة تشتغل. بس هي بتشتغل يعني. وأنت طب أنت موافق ليه إن هي تشتغل ما دام مستعيبها؟ إيه؟ انت ليه موافق ان هي تشتغل طالما انت مستعيبها الموضوع؟ هي حضرتك قاعده تشتغل بس انا مش راضي. يعني هي بتشتغل ولا ما بتشتغلش؟ هي ما بتشتغلش. لا هي شكرا يا محمود، شكرا. معانا كمان نجلاء من الشرقيه، صباح الخير يا نجلاء. صباح الخير. صباح الفل، قولي لنا رايك مع شغل الزوجه انه الراجل يقول لها لا اقعدي ولا ايه الاخبار؟ لا انا هقول لك مشكله بسيطه واللي الضيف ممكن يجاوبني بس عليها. قولي. طبعا انا عندي بنت في ثانيه كليه في يعني في مجال الاعلام. ماشي، فخطيبها بيغير منها وفي رابعه كليه برضه في نفس القسم، فالبنت شاطره جدا وبتعرف توصل جدا ولها علاقات بسم الله ما شاء الله، فبدا دلوقتي يزنق عليها يقول لها لا انت عايزك تبقي محجبه، مع ان هي محجبه بالطرحه العاديه، لا انا عاوز اكون جو اسري واجي الاقي مراتي بعد كده في البيت قاعده مستنياني وعايز اكون جو. هو قبل ما يخطبها يا نجلاء كان عارف ان هي عندها طموح تشتغل وتكبر في المجال؟ عارفه، متفقين جدا، بس حته الغيره ان هي بتوصل قبله دي مشكله، فانا عايزه بس حل لان بتبقى عامله مشاكل جدا. هقول لك على حاجه، الست لما بتكون بتشتغل ما بتعجزش بدري، بتبقى منظمه في بيتها، منظمه في حياتها، نشيطه جدا، بتمشي بتعمل كل حاجه بالمعاد. ما نقدرش نعمم يا نجلاء، ما نقدرش نعمم، في وظائف مرهقه جدا للست ممكن تكون بتاخد من طاقتها. طب انا عندي خالتي عيالها بسم الله ما شاء الله مهندسين وهي موظفه، والولاد طالعه على نفس البروتوكول بتاعت امهاتهم، ماشيين على نفس النمط، ولابس الحضانه، مش بتاثر في المذاكره، معاكي الشغل بقى اللي هو ممكن يتطلب الزوجه ان هي بتروح بالليل. صح، ما هو ده اللي بقول لك عليه، في شغل للست بيبقى بتنزل الصبح بدري وترجع بعد الساعه 6، فبالتالي بيبقى الست يعني طاقتها كلها مستنفذه في الشغل. شكرا يا نجلاء، الدكتوره هيرد عليكي حالا. اعتقد يا دكتور انت رديت في موضوع انه الراجل لازم يكون صريح في الخطوبه. هو كان صريح، هو كان كده، لكن مع الوقت الدنيا ساعات بتتغير. بس يحسب له انه قال ده في فتره الخطوبه. يعني هم لسه على البر برضه. لا، وضح. وضح القضيه. وبالتالي قال لها انا مش هقبل ده. وخدي بال حضرتك دي ثقافات كمان موجوده في بعض المجتمعات عندنا هنا في مصر. في مجتمع شايف ان الست انها تشتغل زي الاخ بتاع سوهاج، قال لك دي عيبه عندنا. عيب الست. دي ثقافه مجتمع، عادات وتقاليد. وهي كمان لازم تبقى فاهمه ده. حتى لو حبت انها تضغط عليه في الموضوع ده،
ده بيجيب ناتج في العيلة سيء مش منه هو. يعني هو بمعنى ايه؟ ان هو ابوه وامه بيضغطوا عليه هو كمان هما كمان. ازاي مراتك تشتغل؟ ازاي انها تنزل؟ ما هي دي العادات والتقاليد اللي بتضغط على الناس. هو بيتأثر بالاراء اللي حواليه فبيجبرها ان هي تقعد في البيت. وده طبيعي لانه بيستعيبوه هو. يقولوا له انت ازاي سمحت بحاجه زي كده؟ ما هو بيقول لك هي عايزه تشتغل وهو رافض علشان دي عيب وعشان دي عادات وتقاليد. طب تعالى ناخد راي اميره كمان من بورسعيد. صباح الخير يا اميره. ايوه ما صباح الخير. صباح الفل. قولي لي رايك يا اميره. صباح النور. انا كنت بس عاوزه اشارك في الموضوع. اتفضلي. يعني انا عن تجربه عمليه. قولي لنا اتفضلي. هو موضوع شغل الست عامه. انا لما اتجوزت ما كنتش بشتغل وكان معايا الشهاده وما كانش في دماغي الشغل، بس للاسف ساعات الراجل هو اللي بيجبر زوجته انها تشتغل. عشان ايه؟ عشان تساعده في مصروف البيت؟ نعم. عشان تساعده في مصروف لا البيت؟ لا لا لا، مش حكايه مصروف البيت، حكايه ان الراجل لما بيلاقي مراته، في نوع من الرجاله للاسف لما بيلاقي مراته ان هي لا شغل ولا مشغله ولا ليها دخل، وللاسف مثلا اهلها مش هم اللي بيساعدوها او هم ضهر ليها، فبيبدا ان هو يطلع كل كبته وكل قرفه فيها. انت بتتكلمي على الاستقلال المادي هنا مظبوط؟ الاستقلال المادي وان هي مش هتقدر، هو لما بتشتغلش هي مش هتقدر تسيبني، ما هي محتاجاني. هو ده اللي انا كنت لسه بتكلم عليه. مظبوط بالظبط كده. فانا مثلا انا لما حصل لي الموقف ده هو او انا لما اشتغلت هو اول حاجه فكر فيها ده هتتنطط عليا، مع ان هو انا لما جات لي وظيفه حكوميه انا اتحاربت اساسا، هي لولا انها حكوميه انا ما كنتش فكرت فيها اساسا. بس انا فعلا لما اشتغلت يعني وظيفه حكوميه هي الامان منك منك انت، فللاسف دي يعني دي مشكله اصلا في انه مش عارف يوصل لها شعور بالامان ويحتويها. بشكرك شكرا جزيلا اميره، عشان معانا تليفونات كتير قوي، خلونا ناخد اكبر قدر ممكن من التليفونات. معانا كمان سهام. صباح الخير يا سهام الفيوم. صباح الفل. صباح النور. قولي لنا سريعا يا سهام رايك ايه في الموضوع. والله انا بقول لك انا بجد نفسي اشتغل برضو، بس طبعا حتى لو مثلا اهلي بعتوا لي فلوس مثلا اهلي من البحيره، فطبعا لو بعتوا لي فلوس ومعايا انا فلوس بلاقي نظره ثانيه بصراحه. ايه يعني سبب الرفض؟ هل هو قال لك صراحه ايه سبب رفضه انك تشتغلي؟ قال لي لا انا ما ينفعش تشتغلي. ليه؟ ليه ليه ما ينفعش؟ ما قالش سبب. مع ان انا عندي ابني عايز عمليه والله. ما يعني هو ما وضحلكيش سبب رفضه؟ لا ما وضحليش. وطبعا انا كده كده ما بجيبش لبس عامه غير كل سنه مره. شكرا. وان جبت انا لنفسي يبقى تمام. شكرا جزيلا يا سهام نورتينا. يعني فكره رفض الزوج لشغله، اميره من بورسعيد كانت بتقول علشان الاستقلال المادي. لاي مدى المشكله دي بتؤرق الراجل؟ ليه بيخاف الست تبقى معاها فلوس فتستقل؟ طب ما هي ممكن. يعني ايه شعوره كراجل ان هي قاعده معاه بس عشان بيصرف عليها؟ ده احيانا بيبقى وسيله ضغط عليها، لانه لما بتكون هي محتاجاه ماديا فبيبقى، وبالتالي لما بيحب يمشي حاجه بيمشيها تحت الضغط ده، أنا مسؤول عنك، أنا اللي بأنفق عليكي، أنا اللي حليت محل الأب والأخ. طب هو ليه كده ما بيحسش إن هو عنده مشكلة أصلاً عنده هو؟ إنه هي المفروض معاها فلوس أو معهاش تكون معاه عشان بتحبه. أو علشان بيوفر لها الشعور بالأمان، مش بس عشان الاستقرار المادي. في جانب ملوش علاقة بالحتة دي. في جانب خاص بالجينات الموجودة في الراجل. إنه يبقى مهيمن على شيء. الراجل الشرقي يعني. إن هو مسؤول. إنها هي اللي بتسمع كلامي. أصل حكاية إنها السيد دي أوعي تفتكر إنها انتهت. هي متواجدة في نفسية أي راجل جواه على فكرة، بس بأشكال طب مختلفة. طب ما تحبه وتسمع كلامه وهي مش محتاجة له ماديا، يعني إيه المشكلة؟ ذكاء الست بقى حضرتك هنا بيلعب دور. إيه بقى؟ إنها ما تحسسوش إنها بقت مستقلة. انها ما بقتش محتاجه له في حاجات كتيره. انها تعمل بدات ده ازاي بقى؟ تدي له فلوسها مثلا؟ بالعكس. انها تقول له انا عايزك تنزل معايا ونجيب كذا. طيب وتخليه هو يجيب رغم انها معاها مرتبه. طب هو ممكن يتضايق لما انت معاكي فلوس. هنا بقى يبقى ده الاتفاق. عارف تفكير الزوجه اللي هي دي بتقصقص ريشي عشان ما بقاش معايا فلوس على ابص بره مثلا. يبقى كده بقى الامر بقى اتحل. ليه بقى؟ خلاص يبقى انا كده فهمت انه هو خلانا اشتغل عشان انا اللي اتحمل المصاريف بتاعتي. هو مش هيتحملها. طب ما تقوله بشكل مباشر ان هي ما تقدرش تستغنى عنه، انه ان هي بقى معاها فلوس ده ما يخليهاش تستقل. يعني طيب مش الطريق المستقيم اقصر الطرق برضه. وهو ده الذكاء بتاعها. لكن هي ساعات بتعمل ايه؟ هي بتقول له حاجه تانية. يعني شوفي احنا جالنا دلوقتي اتصال انه بيطلع كل همه وكل كبته عليها. وانه علشان كمان ان هو بيضغط عليها في حته المصاريف دي. اهو ده الجانب اللي انا بكلمك عنه. هي ممكن تكون بتطلب ده بشكل بيخليه هو كمان يتحكم.
لا هي تتكلم وتقول له ايه، ان انا مسؤوله منك وده شيء انا بحبه، انا يعني دي حاجه انا مش بكرهها. ولما بتجيب سيره الشغل انها علشان زهقانه، عشان بس تنزل وتقابل ناس، لكن ما تقولش انها محتاجه لفلوس. طب ما اي راجل بيتفرج علينا دلوقتي ممكن يقول ده بتضحك عليا. لا هو فاهم انها كلمه انا محتاجه لفلوس يعني انت مقصر معايا في الفلوس، وده بيزعجه، فممكن يخليه يعند ويخليها ما تشتغلش. ياه. ده في احد المرات واحد قعد مراته رغم انها هو دخله متواضع يعني، لكن بمجرد ما قالت له ايه انا جبت في البيت الاسبوع اللي فات كذا وكذا وكذا وصرفت كذا، قال لها انت كمان بتصرفي؟ طب انت هتقعدي في البيت. شفت اهي جمله بسبب ايه بقى؟ لا داعي للتحدي المباشر ده، احنا ممكن نخلي الحياه تمشي ابسط من كده بكتير. في ساعات يا دكتور مشكلات بتكبر بسبب الموضوع ده، ساعات توصل للطلاق. تقول لها لا اقعدي من الشغل، تقول له لا مش هقعد انا يا الشغل، طب الشغل، وتقوم تسيب البيت مثلا. انا شايف ان ده قرار صحيح بالظبط. هل الزوجه لما جوزها يقول لها ما تشتغليش وبدون ابداء اسباب ان هي توافق لو هو مش عايز يبدي اسباب، ولا من حقها ان هي ترفض وتتمسك بشغلها وبطموحها وبنجاحها؟ طب ما تيجي نمسك العصايه من النص. خدي اجازه، خدي لك اجازه اسبوعين وتحت اي حاجه، وجربي قعدتك في البيت. لو لقيتي نفسك مش مزهقانه. الشاطره بقى يا دكتور اللي هي تقعد تزهق جوزها، انت اتاخرت عليا ليه؟ تعالى خرجني، تعالى انا قاعده فاضيه. يقول لها انزلي روحي اشربي. هو ده جانب تاني. ولو ما زهقتهوش كمان وحس من هو من جواه انها سمعت كلامه، هيخليها تعمل اللي هي عايزاه. العند عند الزوج ممكن يصل الى اعلى درجه انت تتخيليها. خليني اقول كمان بصراحه يعني، وده ستات كتير قالته واثبتته، انه الست ذكيه وتقدر تعمل كل اللي هي عايزاه، ولكن بالحيله وبالعقل وبالتفكير وبالهداوه، مفيش حاجه بتيجي خبط لزق كده ولا بالعند، مش هيرضى. وبالتفاهم. بالظبط كده. شكرا جزيلا دكتور طارق الياس خبير العلوم السلوكيه، منورنا ومشرفنا، وبستمتع دايما بوجود حضرتك معانا. شكرا جزيلا. اشكركم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعه. طبعا عايزه اقول لكم ان التليفونات كانت كتير جدا، لكن للاسف ما لحقناش ناخد كل التليفونات. ان شاء الله كل اسبوع هنستنى مداخلاتكم ومشاركاتكم معانا في فقرتنا الاجتماعيه، لكن النهارده بكده تكون خلصت حلقتنا من 8 الصبح. نشوف حضراتكم بكره ان شاء الله في حلقه جديده من 8 الصبح. ابدا يومك صح.